وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة. احنا قلنا ساعة ما نسمع إذ دي نفهم انها ظرف لحدث. إذ قال موسى اذكر، إذ قال اذكر وقت أن قال موسى لقومه كذا، وإذ استسقى اذكر ايه، اذكر وقت استسقاء موسى لايه لقومه. تبقى وإذ نتقنا بيقول اذكروا دائما الأشياء اللي احنا عملناها فيهم علشان تفهموا مدى تذليلنا لهذا العنصر ومدى جحود هذا العنصر وكفرانه لنا. وإذ نتقنا الجبل، نتقنا الجبل معروف وهو ايه الأحجار المندمجة في بعضها دي ومكونة ايه جرم عالي قد يصل مثلا الى 1000 متر، قد يصل الى قد كده مع الأول. ده علشان حجر واحد في الاهرام طوله كذا وعرضه كذا وسمكه كذا، قلنا يا سلام على الحجارة دي مش عارف. طب ما هو عمل لك الجبل حجر ايه، حجر واحد. طيب الجبل ربنا قال عليه انه ايه والجبال ارساها، ارساها ما يقالش ارساها الا اذا كان شيء له ايه له تقل. ما تقولش ارسيت الورقة على المكتب، انما ارسيت البنورة على المكتب، يعني تجيب حاجة لها ايه لها وزن ولها ثقل. الجبال ربنا ارساها وجعلها في الارض ايه اوتاد، والوتد ممسوك من الموتود فيه مش كده، بدليل انه لو تلخلخ كده ولا كده نعمل له ايه تخشينه، او نقول لا ده دي لقت عليه نجيب حاجة تانية. يبقى الجبال ارساها والجبال أوتاد في الأرض. فربنا بيقول وإذ نتقنا الجبل، نتقناه رفعناه، هناك أي فئة ثانية ورفعنا فوقكم الطور مش كده ولا لا، ورفعنا إيه فوقكم الطور. وإذ وآية ثانية وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم، مش نطق هناك إيه رفع، خدوا بالكم من اختلاف، إنما هنا إيه نطق. أهذا نطق بمعنى رفع؟ نقوله لا. ليه؟ قال لك لأن مدام الجبل راسي في الأرض وممسوك زي الوتد، ما هو ممسوك بالأرض، يبقى قبل ما ارفعه لازم أنزعه وأقلعه من الأرض. شيء غير ممسوك بالأرض زي هذا المسجل نقدر نرفعه، يبقى الرفع كافي. إنما شيء ممسوك كوتد يبقى ما يجيش الرفع الا بعد عمليه تانية. العمليه الثانيه اللي هي ايه ننزعه. يبقى نتقنا نزعنا الجبل، ولما نزعنا الجبل طب نزعناه ليه عن ارسائه، لازم له حكمه عشان نرفعه. طب ورفعناه ليه؟ علشان نعمله ظل عليهم كده اهو. يبقى كم عمليه؟ ثلاث عمليات. الاول ايه نطق اللي هو ايه نزع وايه وخلع، وبعدين رفع، وبعدين نجعله ذل. الذله دي عايزه ايه؟ ده عايزه اتجاه في المرفوع الى جهه، هو رفعه كده وبعدين يعمله كده عشان يبقى ايه يبقى ذله مش كده ولا لا. واذ اذكر اذ نتقنا الجبل، يعني ايه نزعناه وخلعناه من الارض ولا ننزعه ونخلعه من الارض الا لمهمه اخرى غير انه راسي، المهمة ان انا عايز ارفعه، ولا نرفعه الا لمهمة اخرى وهو ان نعمل ايه اعمله ظلة. الله. طب هو ظل للغمام رحمة ام قال لك ايه وظل للغمام رحمة؟ انما جعل الجبل ظل عذاب، لانه لما جاب لهم التوراة قالوا لا التوراة دي شديدة واحكام شديدة، قال لهم يا اولاد الايه بقى احنا بعد ما عملنا لكم كده وجايب لكم التشريعات دي عشان مصلحتكم لان ده فيه اصلاح، تيجي تقولوا لا ده التوراة شديدة؟ طب ايه راح نزع الجبل ورفعه وجابوا فوقهم كده وظنوا انه واقع بهم، وظنوا ايه انه واقع. ولذلك يقول لك ايه انهم هم في ظاهرة في اليهود، اللي شاف منكم يهودي ولا اي حاجه
وشافوا إن سجد شكرا لله أو أي حاجة تلتفت لازم يسجد على حجبه الأيسر. السجود معناه كده تساوي الوضع كده مش كده؟ إنما كده أوه أهي كده دي جاية من إيه؟ شافوا الجبل فوقهم بقوا خايفين من الجبل وعايزين يسجدوا فعملوا إيه؟ فضلت لازمة فيهم فضلت إيه؟ لازمة فيهم لا يسجدون إلا على حاجبهم الأيسر. ما يجيبش القرى كده على الأرض كلها مرة واحدة ليه؟ من حكاية إيه؟ شوف 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 خلي واحد ينتظر حاجة جاية فوقه كده ويعمل كده بده خايف منها. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه إيه؟ ظلة. السقف ظلة ولا مش ظلة؟ عال أو أدي السقف الإيه؟ السقف ظلة. أي أنت متضلل في جدار قاعد كده ومتضلل في إيه؟ يبقى الجدار عمل لك إيه؟ اوعى تفتكر ان الظلة مش فوقك، لا ده انت تاخدها بسمت الشمس مش بسمت راسك انت دلوقتي كيالك كده، تبقى لما تبدل انت كده تلاقيها برضو ايه؟ تلاقيها ايه؟ فوقك. واذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا انه واقع بهم. الظن هو رجحان قضية، وقد يرد بمعنى ان رجحان قوي لدرجه اليقين، الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم. بعدين لما بقت الحاله دي كده هو وخافوا من الجبل لاقع عليهم ومش عارف ايه، كانوا ممتنعين اهل الكتاب، قال لهم خذوا ما اتيناكم، يعني قلنا خذوا. ليه؟ قال لك لان هنا امر فعل امر، خذوا والامر يقتضي امر، والامر لازم له اداء يامر به، يبقى كأن هنا التقدير ايه؟ قلنا ادي الامر، خذوا ما اتيناكم بايه؟ بقوة. خذوا ما اتيناكم بقوة. واذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا انه واقع بهم. خذوا ما اتيناكم بقوة، لان ما كنتش هتقبل على الملك بقوة مش هتقدر لا تحرك الساكن ولا تسكن الايه؟ المتحرك. خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه، اذكروا ما فيه الذي يهيجكم الى القوه الفاعله للخير والذي يكفكم عن الايه؟ عن الحركه المقبله على الايه؟ على الشر في كل جزئيات. واذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظله وظنوا انه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة. الحق سبحانه وتعالى يعلم أن خلقه في مسألة قوانين القوة والعطالة زي ما بيقولهم وفي القيم غيرها في الأمور المادية، يوم يقول إياكم أن تنسوا ذلك، فيؤكد علينا أن نذكرها، فقال واذكروا ما فيه، إياكم أن تطرأ لكم الغفلة من هذه الناحية. والذي يتعب الناس في مناهج الله أنهم يغفلون عنها. ليه؟ لأن الطاعة تكلفهم مشقة وبعض عناء، والمعاصي تكلفهم لذة وشهوة، فقال اذكروا جيدا الفعل ورد الفعل في هذه الايه؟ في هذه القيم. الذكر ياخد أشياء كثيرة أوي، مثلا الوعظ ايوه نذكرهم دائما ونقول له اللي يعمل كذا يناله كذا واللي يعمل كذا يناله كذا، ادي التذكير اسمه الايه؟ الوعظ. واحنا قلنا الوعظ شيء زائد عن الاعلام بالحكم، انا اعظ من علم الحكم لاني اريد ان يفعله بعد ان علمه علما، اريد ان ينفذه. ايه؟ هو يعلم ان الصلاه ركن وان الحج ركن وان الزكاه ركن، العلم جاي، انما هو كسلان، ندق على دماغه بالايه؟ بالتذكير والايه؟ بالتذكير والوعظ. ولذلك خيرية امته صلى الله عليه وسلم، كنتم خير امة اخرجت للناس، ليه؟ لهذا التذكير، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الامر بالمعروف عظة قولية، والنهي عن المنكر عظة قولية يعديها الرسول صلى الله عليه وسلم لبقاء التذكير بأخذ منهج الله بقوة،
بإيه يزكيها؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. نقل المسألة من الأمر وهو القول والنهي وهو من القول إلى أن نباشرها إيه فعلا. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع يعز ويكرر، فإن لم يستطع فبقلب. يبقى القرآن جاء بها أمرا وإيه ونهي، والرسول جاء بها إيه فعلا. ليه؟ قال لك لأن فيه فرق بين المعلومة تدخل الذهن وبين حمل النفس على مطلوب المعلومة. حمل النفس على مطلوب إيه المعلومة. ولذلك ندرس الدين في مدارسنا، وندرس الجبر، وندرس الهندسة، وندرس الكيمياء، وندرس الطبيعة. المتعب مش تدريس الدين، اللي بيتعب الناس حمل الناس على مطلوب الدين. لكن لما بيعلموا الجبر، طب الجبر هيقول له افعل ايه ولا تفعلش ايه، طب الهندسة هتطلب منه ايه، الكيمياء ده هو بالعكس يروح لا لانها هتؤدي له خير في دنياه. انما مسألة الدين مسألة قيم، فلا يكفي فيها ان ايه ان تعلمها، بل لا بد ان ايه ان تنفذ ذلك الايه ذلك العلم. تنفيذ العلم، تنفيذ هذه المسألة في سلوك حتى من يعلم. فهب ان الذي يعلم الدين يعلمه معلومة يدخلها في نفوس التلاميذ، ثم لا يجدون من اثر هذه المعلومة نضحا على سلوك من علمها. ماذا يكون الموقف؟ يجي بتاع الدين ويقول لك صلي وصوم واعمل ولا تكذبش ولا مش عارف ايه، وبعدين يشوفوه هو ايه مغطرش في حاجات كتير. يوم التلميذ يفهم ان فيه كلام يقال وفيه فعل يفعل، ولا ضرورة في السلوك الانساني ان الفعل يكون زي القول. يقوم تضعف ثقته في مين؟ وتضعف ثقته في الدين. ده الدين ده هو كلام بينقال بدليل ان اللي بيقولوه ايه ما بينفذوهش. فيبقى فشل منهج الدين في ايه؟ في ان الناس فاهمين ان منهج الدين يعلمك المعلومة. لا، ده يعلمك المعلومة ويطلب منك ان تنفذ المعلومة. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. هناك اسكنوا هذه القرية او ادخلوا هذه القرية. هنا سؤال آخر عن القرية التي كانت حاضرة البحر. يبقى مش القرية دي، لأن القرية اللي دخلوها الأول اللي هي بيت المقدس مش على ما كانتش على البحر، إنما اللي كانت على البحر إيه؟ إيلة أو مدين أو طبرية. المهم القرية التي كانت حاضرة البحر، يعني حاضرة البحر يعني فلان حضر يعني إيه؟ كان بعيدا فاقترب. تبقى حاضرة البحر هي قريبة من الايه؟ قريبة من البحر ومشرفة عليه، زي المدن زي اسكندرية مثلا اسمها حاضرة الايه؟ حاضرة البحر. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. كلمة واسألهم دي من الذي يسأل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسأل مين؟ يسأل اهل الكتاب. طب ما تسألهم ما تقول لهمش على القصة بقى، يقول لهم ايه حكاية القرية وخلاص، انما يقول لهم هو القرية اللي كانت على البحر اذا عملوا كذا وعملوا كذا، يقول لهم هو الإسقة. طب يقول لك اسألهم. ام قال لي يعني اما عندكم في كتبكم مثل ما يقوله لكم ولا لا؟ اللي عندكم في كتبكم عنها زي ما انا بقوله ولا لا؟ وانتم تعلمون اني لم اجلس الى معلم ولم اقرأ في كتاب، وانما علمني من ارسلني. علمني من ايه؟ والا لو انه بيسال عن الجمله ايجازا عشان هم يفصلوا له، لا هو مش عايز يعلم، ده هو عايز يعلمهم انه يعلم، وهم يعلمون انه لا مصدر له كعلم البشر، لا جلس على معلم ولا ارى في ايه. ولذلك تجد ما كنات القران، ما كنات يعني ما كنت ما كنت ما كنت ما كنت، وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر، انما من اللي قال لك؟ كان اللي قلت لك، يبقى اقول لهم على دي. وما كنت ساويا في اهل مدين تتلو عليهم اياتنا، وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم.
طب بدل ما كنتش وياهم وبتقول لهم على اللي حدث لهم واللي موجود عندهم في الكتب، يبقى من أعلمك؟ أعلمك الذي أرسلك. كذلك هنا أسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، وقول له هو يقول القصة. طب ليه بيقول القصة؟ أم قال لك علشان يبين لهم أنكم تعلمون أني أمي، وتعلمون أني لم أجلس إلى معلم، وتعلمون أني لم أقرأ من كتاب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب الإيه المبطلون، وإنما أعلمني الذي أرسلني. ليه؟ علشان أقول لكم على الحاجات اللي أنتم ما تقدروش تنكروها بذاتكم، يبقى بدي أخليكم تتيقنوا أنني رسول يعلمني يا ربي، عشان نقتصر المسألة وتؤمنوا بي من غيرهم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. كلمة واسألهم بتحللنا في إشكالات كتير. يعني مثلا في حديث الإسراء، رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء، صلى بالأنبياء قبل ما يصعد السماء بصلاة إبراهيم اللي كان بيصليها إبراهيم. نجد آية في القرآن تقول إيه؟ واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا. الأمر لمن؟ طيب ويسأل مين؟ يسأل من أرسلنا من قبل. طب متى يسأله؟ متى يسأله؟ يبقى لابد أن توجد فرصة ليلتقوا فيسأل، لابد أن توجد فرصة ليلتقوا فيسأل. يبقى إذا لما يقولوا أنه التقى بالأنبياء وكلمهم ومش عارف إيه وصلى بهم، يبقى ده بتؤدي، وإلا كان يبقى ربنا أمر بأمر لا نفاذ لمدلوله. لو ما كانش حصل الدي يبقى يسألهم إمتى؟ يبقى لازم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. ايه قصة القرية اللي حاضرة البحر دي؟ ساعة ما تقول حاضرة البحر يعني قريبة من البحر، على شط البحر، على كذا كذا، فافهم ان ما تتعرض له مما يكون للبحر فيه مدخل. وإلا شمعنا انا حاضرة البحر؟ طب وجابها ليه كده؟ ام قال لك لان المسألة متعلقة بالحيتان والسمك والصيد وتحريم الصيد، يبقى لازم تكون بلد ساحلية ولا مش ساحلية؟ يبقى قال حاضرة البحر علشان ايه؟ اذ يعدون في السبت استأتيهم حيتانهم. طبعا حيتان جمع ايه؟ زي ما يجمعوا النون وهو الحوت برضو على ايه؟ نينان، هو السمك يعني. طيب استأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. الله عمل لهم وقت حرم عليهم في العمل، ما يعملوش فيه اي حاجه، يبقوا كده منقطعين لمين؟ للعباده. وهو يوم كان يوم ايه؟ يوم السبت. فما دام ينقطعوا عن العمل ما يزولوش اي حاجه، ولذلك دي رسوم باقيه عندهم من هذا المنهج. اظن تذكرهم لما مين من العظماء مات، رئيس ولايه امريكا ده ولا هو ايه، وراحوا اليهود وكان يوم ايه؟ يوم سبت. أم كل الناس ركبت إيه؟ وهم ما ركبوش، مشوا، لأنهم لا يركبوا مطايا ولا يعملوا أي، ما يعملوش أي حاجة أبدا. طيب فربنا سبحانه وتعالى لما عملوا أشياء مخالفة للمنهج سلب منهم وقت للعمل، وقال لهم أدب لكم زي ما كانوا. فبظلم من الذين هادوا إيه؟ حرمنا عليهم طيبات إيه؟ أحلت لهم. لأنه يقول لك اوعى تفتكر أن المنحرف عن منهج الله بياخد حاجة من ورا ربنا سرقة، لا، ده هو هياخد حاجة من ورا ربنا سرقة، ربنا هيكعاو قدها 20 مرة. واحد يرتشت، واحد يسرق، ربنا يفتح له بقى أبواب من الأمراض ومن العلل ومن المصائب، يعمل ايه؟ يضيع له الحكاية. فهم استحلوا شيئا، قال لهم طب ما دام استحلته ده من ورا يبقى ده حرام عليك وإن كان حلالا على غيره، مفهوم؟ فبظلم من الذين هادوا حرم. قال لهم انتوا مشغولين قوي بالدنيا وبالمادة ومش عارف ايه، انا في اليوم ده هحرم عليكم الايه؟ العمل، يوم السبت. طب هم قاعدين على البحر والجماعة الساحليين دول كل شغلهم مع مين؟ مع السمك. طب يقوم ربنا بقى يبتليهم البلاء العظيم، يوم ايه؟ يجي يوم السبت المحرم عليهم العمل ده، والسمك يجي شارع شوكه كده وباين زي المركب، حتى يطل عليهم من بيوتهم،
شوف بقى تطلع اللسان بقى. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. شرع يعني إيه؟ واضحة زي الشراع كده، زي الشراع ما تشوفه، وهم ممنوعين منه، يبقى السمك قدامهم وجاي مشرع كده وشايف ومش عارف إيه وبتاع وحاجات زي دي، زي البتاع السمكة اللي يحمى وانت في القارب ولا حاجة يروح لتطلق السمك ولا انت مش عارف تصطاد. استأتيهم حيتانهم يوم سبتهم اللي ممنوعين فيه من ايه؟ من الصيد. شرعا يعني واضحة ظاهرة زي الشراع ما يبقى في الايه؟ في المركب. ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، اليوم الحد اللي مباح في العمل والاثنين والثلاث والاربعة والخميس والجمعة ما فيش ولا سمكة تيجي، وفي اليوم اللي محرم عليهم فيه الصيد يجي لهم الايه؟ يجي لهم السمك. شوف بقى، شوف الفصل بقى اللي معمول. واسألهم عن القرية التي ايه؟ كانت حاضرة البحر قريبة اذ يعدون في السبت. يوم هو قال لك هو ربنا محرم علينا اننا نصطاد، طيب ما نحتال احنا بقى. يوم يحتالوا يعملوا ايه؟ اول ناس عملوا الجوبية. هم تعرفين الجوبية؟ جوبية معمولة بشكل خاص السمك ينفذ منها وما يعرفش ايه، ما يعرفش يطلع. يوم يقول لك طب السمك بيجي يوم السبت، ارمي الجوبية دي في البتاعة دي وخلي السمك يجي يوم السبت يدخل في الجوبية وبعدين يوم الحد نروح نطلعها. يبقى ده اعتداء ولا مش اعتداء؟ اعتداء. ولا يعملوا حوض كده ويخلي السمك برضو لهم الحوض له مدخل والمدخل ده يدخل ولا يطلع عشان يجي السمك شرع كده. طب انتوا هتعملوا على مين الحكاية دي؟ طب انتوا بتنكرهم هو ينكر لكم حيلة ايه؟ يخلي السمكة تيجي عند البتاع كده. استأتيهم حيت، وعمل كده ليه؟ ابتلاء، علشان هم لما يعملوا اي حاجة هو يقول لهم ايه؟ يزود لهم ايه؟ يزود الامتحان. يبقى له يعمل له ملحة، اللي يعمل له ملحة، يعمل له ملحة. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت. يعدون يعني ايه؟ يعني يعتدون، يعتدون حكم الله اللي قال لهم ايه؟ ما تصطادوش يوم الايه؟ يوم السبت. اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. احنا عملنا الحكاية دي ليه؟ ابتلاء لهم ليه؟ لانهم ايه؟ فسقوا. فسقوا يعني ايه؟ خرجوا عن منهج الطاعة. منهج الطاعة يعني عملوا ايه؟ استحلوا اشياء حرمها الايه؟ حرمها الله. يقوم ربنا يحرم عليهم اشياء احلها لمين؟ احلها لغيرهم. واذ قالت امة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. شوف كده، حينما تجد إن طائفة قالت كذا يبقى فيه ناس قال لهم ولا لا. وإذ قالت إيه؟ أمة منهم يعني جماعة، لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. يبقى الحته دي تدينا كم امه؟ قالت امه منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم. يبقوا كم امه دلوقتي؟ يبقوا لازم يكونوا ثلاثه. لازم قالت امه منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم. يبقى فيه قوم واعظون وفيه قوم موعظون وفيه قوم مستنكرين وعظ الواعظين. يبقى كم قوم؟ ثلاثة. وقوم وعظوا وقوم وعظوا وقوم ايه؟ لاموا الواعظين على وعظهم. يبقوا ثلاث ايه؟ كأن الجماعة دول بتقول ثلاث فرق. الذين قالوا وعظا لهم لما بتفعلوا لدي ليه ويفعلوا لدي، يبقوا ملتزمين بمنهج مين؟ طب قالوا لهم ليه؟ لانهم مخالفين منهج مين؟ طب واللي لاموا الواعظين في مع ايهم؟ لا مع الذين فعلوا ولا مع الذين وعظوا. يبقى كم قسمه بقى؟ قوم عدوا واعتدوا وظلموا معاملوا، وقومين اتنين ما اعتدوش. القومين اللي ما اعتدوش دول
يعني فريق اعتدى وفريق لم ايه خليهم فريقين، فريق اعتدى وفريق اللي ما اعتدوش انقسموا قسمين، قسم سكت لا شاركهم في العدوان ولا لامهم عليه، وقسم اخر عن ايه لا. امسك بقى شوف الآية، واذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله، قالت أمة منهم لم تعظون، يبقى القوم اللي ايه اللي لا اعتدوا ولا وعظوا، لا اعتدوا ولا ايه، وقالوا لمين؟ للي وعظوا، والقوم اللي هم بيلوموهم عليهم يبقى مين؟ اللي اعتدوا. واذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. الله، يبقى هم بمركز نظرهم كده ان الوعظ ما بينفعش ايه، ما ينفعش وياهم، فبيلوموا انتوا تعبين نفسكم يا دول ليه، زي ما ربنا يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين، تزعل نفسك ليه وانتوا تعبين نفسكم ليه، ده دول جماعه ربنا حي ايه عايز يعذبهم. فماذا قال الواعظون؟ قالوا ايه؟ معذره، احنا بنقول الكلام ده ايه، معذره الى الله، معنى معذره الى الله. وقالوا عذرك فلان اذا كنت قد فعلت فعلا كان في ظاهره انه ذنب ثم بينت العذر في فعله، تقول له يا اخي انت لا تعطيني قاعد استناك في المسجد بقالي مرتين ثلاثه وانت كنت فين، زعل ولا مش زعل، عمل مخالف ولا مش عمل مخالف، يقول له والله السياره اتعطلت منها في الحته الفلانيه وما لقناش، يبقى ده ايه عذر. يبقى معنى العذر ايه؟ هو ابداء سبب لامر خالف مراد الغير. ولذلك يقول لك اعذر من ايه، من انذر، انا انذرتك انك ان اهملت يا ولد هتسقط، يبقى انت مالكش كلام عندي لانني قدمت ايه، واقول لك ليه ما وعظتوش، ليه ما قلتلوش، مش عارف ايه، مفهوم؟ طب ولذلك هناك وجاء المعذرون من الاعراب، فيه معذر وفيه معذر، المعذر يجيب عذر كذب، انما المعذر يجيب عذر ايه، عذر صادق. فقال والله احنا بنعذهم، انتم بتقولوا ان ربنا مهلكهم ومعذبهم، انتم حكمتم بان العظة لا تنفعهم، ولكننا لم نيأس، وعلى فرض اننا نيأس من فعلهم فيبقى امام ربنا قدمنا المعذرة فاننا عملنا على قدر ايه، على قدر ايه طاقتنا. واذ قالت امة منهم لم تعظون قوما، كلمة وعظ قلنا فيه فرق بين بلاغ الحكم والوعظ بالحكم، الوعظ ان تكرر لموعوظ ما يعلمه لكنه ما بيفعلوش، تيجي تقول الواحد يا شيخ صلي، يا شيخ مش عارف زكي، هو يعلم ان الصلاة ايه والزكاة مطلوبة ولا لا، يبقى الوعظ هو معناه ايه، تذكير الغافل عن حكم بالحكم مع انه هو عارف الحكم، وإلحاح عليه في أن إيه. وذلك يقول لك الوعاظ، الوعاظ دول يقولوا للناس الأشياء اللي هم يعرفوها بس إيه، بس ما بيعملوهاش، مش جايين ينشئوا حكم جديد لا. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. بعض العلماء قال ان القول دي لما تعظون قوما الله مهلكهم ليس من الفئه اللي هي لا فعلت ولا ايه ولا وعظت، وانما هي من الفئه الموعوظه، يقول لهم مش انت بتقول ربنا عظيم طب بتوعظونا ليه، نقول له لا زيل الايه وعجزها ينافي هذا، لانهم بيقولوا ايه معذره الى ربكم ولعلهم يتقون، يبقى لعلهم يعني بيخبر عن الغير، لعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به، ذكروا به وعظا، أنجينا الذين ينهون عن السوء، اللي هي الفرقة هي بقى الواعظة. طب والفرقتين التانيين ايه اللي جرى، النجاة لمين هنا؟ للفرقة الواعظة. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس أي عذاب شديد بما كانوا يفسقون.
يقول يا اخويا طب امال الفئه اللي ضاعت دي اللي لا فعلت ولا ايه؟ ده قولهم لما تعظون قوما الله مهلكهم، يبقى ده برضو ايه؟ من الوعد، لانهم بيقولوا انتوا بتعملوا وهم ليه كده؟ ربنا مهلكهم ومعذبهم، ساعه ما يخوفون بان ربنا مهلك او معذب، اوعظ من طرف اخر ولا لا؟ يبقى اوعظ من طرف اخر. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا، وكلمة ما ذكروا به يدل على أنه وعظه، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا اللي هم الموعوظون بعذاب إيه؟ بئيس، أي عذاب إيه؟ شديد، لأن كلمة البه والهمزة والسين دي تدل على الإيه؟ وأنزلنا الحديد فيه إيه؟ بأس، يعني إيه؟ شدة. بئيس بما كانوا يفسقون. شوف هناك بما كانوا يفسقون، وهنا برضو بما كانوا يفسقون، وهناك بما كانوا يظلمون. يبقى مرة يقول بما بسبب ظلمهم، ومرة يقول بسبب ايه؟ بسبب فسقهم. يعني المسألة مش تعنت منه، وإنما هم ايه؟ هم السبب في هذا، بفسق أو ظلم للنفس. بعذاب بئيس بما كانوا ايه؟ يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسرين. الله، أخذهم بعذاب يدل على أنه هو ما أزهقش حياتهم، لأن ما هو العذاب؟ هو إيلام من يتألم. طب وهو الموت يبقى عذاب؟ ده أنهى الإحساس بالألم، يبقى ما تسميش الموت عذاب. ولذلك لما تقرأ القرآن في قصة إيه؟ قصة الهدهد مع سليمان، حينما قال ما لي لا أرى الهدهد، وبعدين تنبه مكانه خالي يبقى كان من الإيه؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. فكانت النتيجة إيه؟ فلما عتوا عما نهوا عنه، عتوا أبوا وعصوا عن الأشياء اللي نهوا عنها، وبعدين اللي نهوا عنها ونزلنا عليهم العذاب برضو إيه؟ مستكبرين. يبقى عمل فيهم ايه؟ قال كونوا كردة خاسئين. كونوا كردة خاسئين. قال لك ليه؟ أم قال لك لأن العتو ده كبرياء وإباء، يوم ربنا يجعله لأخس الحيوانات، يقول له ما دام عملت كبر كده يبقى قرد، يبقى ايه؟ قرد مفتوح السوءة مهزأ الحركة. كونوا قردة خاسئين. أكانوا قردة صحيح؟ يعني انقلبوا؟ قال لك ايوه. طب حين تأمر إنسانا بفعل ألا تقدر قبل الأمر له بالفعل أنه صالح أن يفعل وأن لا يفعل؟ طب لما أقول كونوا قردة، هذا أمر من الله لهم أن يكونوا إيه؟ وهل في مكنتهم أن يصنعوا أنفسهم قردة؟ أم قال لك ده اسمه أمر تسخيري، أمر إيه؟ يعني أصبحوا إيه؟ أصبحوا، مش الأمر من كنتم، لا. ولذلك إحنا تعرضنا لهذه عند قول الحق سبحانه وتعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله ينهاهم أن يموتوا، طب هم في إيدهم إنهم يموتوا ولا ما يموتوش؟ أم قال لك لا، ده هو بيقول مش هاهم أن لا تموتوا إلا وأنتم إيه؟ وأنتم لا تعلمون متى يدرككم الموت، فصاحبوا الإسلام مصاحبة بحيث إذا جاءكم الموت في أي وقت وجدكم مسلمين. كونوا قردة خاسئين. طيب افرض أنهم بقوا قردة كده، هي معمولة لهم وللي شافوها ولا لا؟ للي وعظوهم واللي كده يبقوا انتهوا منها ولا لا؟ هي مقولة لنا خبر احنا نصدقه بتوثيق من قاله، انما مش معموله لنا احنا، دي خبر. انما هذا الخبر كان واقعا لمن شاهده ولا لا؟ فهي جايه لمن شاهده، حصلت، احنا وصلت الينا خبر. ولذلك المعجزات التي حدثت لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غير القران، القران وصلنا لحد دلوقتي وعاد 24، انما مثلا نبع الماء من بين اصابعه قد كده وقضى الجيش، دي اشياء حدثت لمن؟ للنبي مع صحابته.
لأنهم كانوا في حاجة إلى تثبيت يقينهم وإيمانهم. فيبقى المعجزة جاية لمين؟ للي شافها عشان تثبت إيمان. إنما هي بتنقل لخبر. إن ذهنك اتسع له أهلا وسهلا، ما اتسعش لها ما توقفش إيمانك يعني، لأنها مش جاية لك أنت. فكل معجزة كونية حدثت لرسول الله المراد بها من إيه؟ من شاهدها. مراد بها من إيه؟ أنت وصلتك خبر، إن وثقت الخبر صدقه، وإن ما وثقتوش ما هيش مشكلة يعني، إنك أنت اقف عندها زي بعض. فكونوا قردة خاسئين، دي لمين؟ للذين عتوا عما نهوا إيه؟ عنه. اللي نهوا عنه اللي هم وعظوهم الغير، يبقوا اللي وعظ شاف الحكاية دي ولا ما شافهاش؟ وهم شافوا نفسهم ولا ما شافوا؟ هم مقصودين، أنت مش مقصود، أنت الآن مش مقصود إلا على أنه خبر من الصادق، فصدقوا أنه خبر من الصادق، أو تأولوا. اللي بيقفوا في هذه المسألة أنهم قروض، يقول لك وهم هيبقوا قروض بقى، أكن إيه القروض اللي موجودة ديا يعني، هي من الكلام الفاضل اللي بإيه اللي بيقولوه. نقول له هل الممسوخ يظل ممسوخا؟ الممسوخ قردة أو خنازير يظل فترة أن يراه من رآه ظالما أن يراه كردا، ثم بعد ذلك يموت وينتهي. نعم. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. يسمى أمر التسخير. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل، برضو بني إسرائيل، ألم تر أي ألم تعلم، وتعلم بوسيلة إيه؟ بوسيلة السماع، والسماع من من الله، والسماع من الله يبقى زي ما بتشوف الإيه؟ زي ما بتشوف العين. طيب ألم تر إلى الملأ، كلمة ملأ تطلق على أشراف القوم، وأشراف القوم دول كأنهم هم اللي ملئين حياة الوجود بتاعهم، ولا فيش حد يقدر إيه؟ يزاحمهم. الملأ دول أشراف القوم والوجوه يجلسون للتشاور، ولذلك قال الملأ من قوم. فالملأ دول ألم تر إلى الملأ إيه؟ من بني إسرائيل من بعد موسى، من بعد موسى يعني ما كانش في عصر موسى، أمال في عصر مين؟ عصر مثلا يوشع، عصر حزقيل، واحد من دول برضو ما هماش ايام ايه؟ مش ايام موسى. برضو ما يعنيش القرآن عند مين؟ ايام مين؟ يقعدوا بقى يقولك ده في ايام حزقيل وايام مش عارف مين، وقعدوا برضو ما يهمنيش. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. خدوا بالكم بقى من الايه؟ من الملأ. هم ملأ اي اشراف. طيب اجتمعوا للتشاور ثم ذهبوا الى نبيهم. اذا ففيه ايه؟ نبي. قالوا له ابعث لنا ملك، ولا فيش ملك. يبقى فيه نبي ولا فيش ملك. فقالوا للنبي ايه؟ ابعث لنا ملك. دي يفيد ايه؟ أن النبوة كانت تشرف على نفاذ الأعمال ولا تباشر الأعمال، والملك هو اللي إيه؟ اللي يباشر الأعمال، اللي يباشر. فهم لهم نبي إنما ما لهمش. لو كانت النبوة هي اللي بتباشر، أم قال لك ليه؟ قال لك لأن الذي يباشر الأعمال عرضة للكراهية من كثير من الناس، وعرضة أن يفشل في تصريف أمر، فبدل أن يركن في الفشل إلى القمة العليا، أن يركن للدون ونرجع إلى النبي نقول له يا شيخ ده ما نفعش، غير لنا الرجل ده. تبقى النبوة مرجع للحق، نبوة مرجع للحق، ومش عايزين نخليها موطن للنوم في أي شيء. فقال لهم انتم اللي طلبتوا القتال، وانتم ملأ يعني اشراف الايه،
وأتيتم بالعلة الموجبة للقتال وهو أنكم أخرجتم من دياركم وأبنائكم، يعني بلغ بكم الهوان أنه لم تعد لكم ديار، وبلغ بكم الهوان أنكم لم تعد لكم أبناء بل أسرهم وأخرجوا منكم إيه أبنائكم. يعني إذن العلة موجودة ولا لا؟ ومع ذلك بقى هم أشراف مش كده، وقالوا إن إحنا مع خرجنا من ديارنا وأبنائنا، يبقى مع إنه هم كده قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ يعني بيقول الشرط نور، أنا أخاف إنني أجيب لكم الملك علشان تقتلوا في سبيل الله، وبعدين القتال يبقى مفروض عليكم، وبعدين لما نيجي أمام الأمر الواقع ما نلاقيكوش. فهم قالوا لا برضو لسه الحمية لسه الإيه؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. وتشوفوا الدقة بقى، إن كلمة في سبيل الله هنا وأبنائنا وإيه وديارنا، ها؟ ما نقول يا ترى مش في سبيل الله، ولا بقت في سبيل الله لما عضتهم فيما يحبون؟ إذن الله برضه هو الملجأ وقابلها منه. الله هو الملجأ وقابلها إيه وقال برضه في سبيل، معلش سبب إيه برضه قبل أمين. خلاص. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم أي لعلكم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ فكان الرد بتاعهم جميل، وما لنا وكيف لا نقاتل في سبيل الله وكيف يتأتى هذا مع أننا أخرجنا من إيه من ديارنا وأبنائنا. أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، طيب أخرجنا من ديارنا كلام معقول، طب أخرجنا من أبنائنا إزاي؟ نشوف كده. إن كانوا سابوا أبنائهم يعني في الله سابوها لهم ويا العدو، ولا هم خدوا ابنائهم اسرى؟ ام قال ما هم برضو على فرض المدام ابناء يبقى ما لهمش ايه؟ ما لهمش رأي، ما لهمش، يبقى انتم اللي اخرجتم عن ابنائكم، انتم اللي اخرجتم اذا ترحلت عن قوم وقد قدروا الا تفارقهم فالراحلون هم. فلما كتب عليهم القتال، شوف بقى التمحيص ايه بقى، الملأ مش كده، وذهبوا للنبي وبعث لنا ملك عشان يعملوا حرب مشروعة بقى نقاتل في سبيلنا، وقال لهم ما قال وقالوا له. فلما كتب عليهم القتال برضو ما قالش فلما كتبنا زي ما قلنا زمان، فلما كتب ما قالش مين اللي كتب، لان الكتابة هنا ايه مشترك من الجميع بقى، ما دام احنا دخلنا واحنا اللي طلبنا دخلنا في العقد ولا لا دخلنا في العقد. فلما كتب عليهم القتال تولوا، يبقى كان له حق يتشكك هل عسيتم ان كتب عليكم القتال ولا تقاتلوا ولا ملوش حق، كان له حق. فلما كتب عليهم القتال ايه تولوا. معنى تولوا يعني ايه؟ اعرضوا. تولوا يعني ايه؟ اعرضوا كلهم. قال لا، ان الذي خلق الحقيقة علقما لم يخل من اهل الحقيقة جيلا، برضو لازم يبقى فيه ايه استبقاء برضو للخير كده، بس قلة ايه بس ايه قلة بس إيه؟ التمهيد ده مطلوب علشان حين ينحسر تنحسر الجمهرة عنك اياك ان تقول اني قليل. ليه؟ لأن المقاييس مش كترة، المقاييس فيه طرف أعلى حيدخل في القضية، فما تقولش إن قليل وتقارن نفسك، لأنهم عدوك كثير لا رصيد له من ألوهية عالية، وأنت قليل لك رصيد من ألوهية عالية. ليه ما تدخلش دي في الحساب؟ ما هو عايز يقول كده، عايز يقول إيه؟ فلما كتب عليهم القتال إيه؟ تولى إلا قليل. كلمة إلا قليل بيجي عشان تخدم قضية، ولذلك هتيجي في آخر القصة
كم من فئة قليلة غلبت إيه؟ فئة كثيرة. شوف كلمة بإذن الله. إذن فالمرأة يكون واحد، الشيء المرء واحد، ولكن مواجيد الرائين فيه تختلف على قدر رصيدهم الإيماني، على قدر رصيدهم. إذن النزوع يختلف، العدو قدامنا يبقى كتير وبعدين احنا قليلين. كلنا راى العدو وكثير وراى نفسه ايه؟ قليل. خلاص. المواجيد هنا تختلف، مواجيد. انا هحسب نفسي ومعي ربي، واللي قال لا ده كتير وما نقدرش عليهم طرح ربه من المساله، مش كده ولا لا؟ يبقى اذا المساله ادل ايه؟ ادل معادله، ادل ايه؟ المعادله. فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا ايه منهم والله عليم بالظالمين. الله. اذا التولي ظلم. نعم ظلم للنفس، لانك انت معنى الظلم ايه؟ انك انت حق بتنقله لغير صاحبه، وانت اخرجت من ديارك وفضلت على الحكايه دي، تبقى ظلمت نفسك ولا لا؟ واولادك خرجوا منك تبقى ظلمتهم ولا لا؟ ظلمت قضيتك الدينيه ولا لا؟ يبقى اذا الا الجماعه اللي تولوا ظالمين ايه؟ نفسهم، ظالمين اهلهم، ظالمين مجتمعهم، ظالمين القضيه العقديه، ظالمين القضيه العقديه. وكلمه والله عليم بالظالمين لازم نتنبه للإشارة فيها وعليم بالظالمين، لأن لو المسألة كده ظاهرة واضحة برضو الناس اللي موجودين عليمين بالمين اللي قال لا بلاش ومن اللي قال ده، يدل ده على إن في طابور خامس بينقر النقرة ولا حدش يشوفه. فبقول أنا عليم بهم، ولو كان دي أمر واضح كان يبقى الكل عارفها، لكن ربنا بده يحمي إيه؟ بده يحمي التخزين المستتر، يحمي إيه؟ التخزين. يقول انا عارف مين اللي هيظلم ومين اللي هيقول ومين عنه. فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا ايه منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم، مش هم طلبوا من النبي؟ يبقى النبي اللي هيبعث ملك كان المفروض ما دام طلبوا من النبي ان يبعث لهم ملك أنه يكفي أن يختار لهم الملك، إنما يدلك برضو على التلكؤ واللجاجة، تلكؤ واللجاجة، وعايزين ينقلوا الأمر نقلة ليست في قضايا الدين، عايزين برضو الوجاهة والعينية، وإنه يبقى يا ابن ملك يا ابن مش عارف وعنده فلوس وبتاعه مبسوط. دخلوها دخلة تانية خالص، دخلوها إيه؟ نعم. وقال لهم نبيهم، حين تأتي الإضافة لكلمة نبي فإن أردت إلزام الحجة تقول نبيكم. مرة قول نبي الله، أنبياءه، ده لما تعوز تقول مصدر الإيه، لكن عشان تقول نبيهم. وقال لهم النبيون إن الله قد بعث لكم طالوت. شوف وده بالنبوة، وكأن النبوة لا تصدر في شيء عن أمر نفسها، مع أنهم قالوا له ابعث إيه، ما قالوا سل لنا ربك يبعث إيه، قالوا له ابعث، فكأنهم علموه مأمونا على أن يبعث ملك. لكن أدب النبوة في التلقي قال إن ربنا اللي إيه بده يطمئنهم على أن المسألة أيضا ليست منه، لأن برضه هو له بشرية، وهو يريد أن ينحي قضية البشرية عن هذا الموضوع. أنا المسألة أنتم قلتوا لي وأنا قلت لربنا، وربنا هو اللي قال إن الله قد بعث لكم إيه طالوت ملكا. هنا بقى ابتدأوا برضه، قالوا ملك أن يكون له الملك، منين يجي له الملك؟ دخلنا بقى في ايه؟ في الله. أن يكون له الايه؟ الملك علينا ونحن أحق بالملك منه.
احق بالملك منه. ليه؟ لان اصل دول كان فيهم نسلين اتنين، فيه نسل واخد النبوة وفيه نسل واخد الملوكية. الملوكية واخدها نسل لاوي ابن يعقوب، والنبوة واخدها نسل بنيامين. فبعد قالوا ان الله بعث لكم طالوت ملكا، حبوا يعملوا له صفيحة صحيفة النسب، فلما يجدوه لا من هذا ولا من هذا فقالوا أن يكون له الايه الملك عليه. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. النبي حينما سألوه أن يبعث لهم ملكا لم يشأ أن يقول بعثت لكم ملكا، وإنما أراد أن يربب الاحترام في المبعوث بأن المسألة ليست باختيار منه، وإن كنتم قد فوضتموني في أن أبعث لكم ملكا فأنا أريد أن أصعد أمر مهابة هذا الملك لا إلي ولكن إلى ربي. فقال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قولهم أن يكون له الملك علينا فيه عدم انسجام مع الخبر، لأن نبيهم قال لهم إن الله قد بعث عليكم ولا لكم، يبقى مبعوث لصالحكم. هم حينما لاموا القرار قالوا أن يكون له الملك علينا، فخذوا المسألة على أنه جاي السيطر عليهم، ده هو جاي لصالحكم لأنكم أنتم اللي طالبين أن يقودكم في الحرب والمعركة، إذن فأمر الاختيار الملكي ليس عليكم ولكن لكم. يبقى أنتم نقلتوها ليه كده؟ نقلتوها النقلة البايخة دي ليه؟ أن يكون له الملك علينا، هو أنا بعته ملك عليكم؟ ده أنا بعته في حسابي لكم، فكان يجب ان كنتم تخدم ده في حسابي لك ولا لكن لا في حسابي، ولكن التلكؤ امر طبيعي. شيء اخر انه يدل ايضا ان يكون له الملك ان طالوت هذا لم يكن من الشخصيات المشار اليها، الشخصيات المشار اليه. ليه؟ لأن عادة حين يحزب الأمر جماعة من الجماعات أن تفكر في من يقود بتبقى في أشخاص لمعة كده من الممكن أن يقع عليها الإيه؟ الاختيار من الممكن، ولكن ده دليل على أنه جه من غمار الإيه؟ من غمار القوم، بدليل أنه أن يكون ولم يؤتى، وده جاي لنا منين ده؟ يبقى إذن ده يدلنا على أن الناس حين يريدون وضعا من الأوضاع لا يريدون الرجل المناسب للموقف ولكن المناسب لنفسه، مناسب لنفسه، بدليل أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. أنا هو الملك جاي رطرسة؟ هو الملك جاي كبرياء؟ ما دام قالوا ده راجل من غمار الناس، ده يدلك على أن الحق يريد أن يضع قضية. حين تريد الاختيار إياك أن يوشك حسب أو نسب أو جاء، ولكن اختر الأصلح اللي هم أهل الإيه؟ أهل الخبرة، مش أهل الإيه؟ مش أهل الثقة. أهل الخبرة مش أهل الإيه؟ الثقة. ثم تعال القضية اللي انتم طالبينها عشان يقودكم ويبقى ملك، تعوز حاجة من اتنين، عايزة رجل جسيم ورجل عليم، وانا اخترت جسيم وعليم. انا اخترت ايه؟ جسيم وعليم. جسيم كده بالمهابة كده مفهوم، وعليم ان الله. وبعدين قال ايه بعد؟ شوفوا شوفوا بقى القرآن الاول، ان الله قد بعث لكم، مش كده؟ وكلمة بعث ما جرحتش الباقي في انه احسن منه، انما لما حصل فيه لجاج قال ان الله اصطفاه عليكم. حصل ايه؟
لجاك بقى نقول لهم لا، هنقولها لكم بقى ان الله ايه اصطفاه عليكم. كنتم الدريين والمسألة مدارية، انما مدام بقى كأنه لا يوجد فيكم، ان وجد فيكم اهل البسطة والجسامة ما يوجدش فيكم اهل الايه اهل الحيلة، ان الله ايه اصطفاه عليكم وزاده بسطة. يعني كلمة وزاده كأنه كان يجب أن يكون مجرد اصطفاء الله ترجيحا لوجوده، فما بالك وقد زاده بسطة في الأمر. يعني علشان حتى يسد الزريعة بتاعتكم، يعني مع أن مجرد اصطفاء ربنا كان إيه كان كافي، إن شاء الله يكون قميء، إن شاء الله يكون أي حوى اصطفاء، لكن برضو اصطفيته وزاده بسطة. ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم. شوف بقى حرقة الله، وزاده بسطة في العلم والجسم، ودي المؤهلات الذي إيه اللي تريدونها الآن. والله يؤتي ملكه من يشاء، والله يؤتي ملكه من يشاء، ما تفتكروش إن أنتوا اللي هترشحوا لي الملك، أني انتوا طلبتوا مننا نبعت ملك، سيبونا نبقى بمقاييسي اجيب الملك الايه المناسب. والله ايه والله واسع عليم، معنى واسع يعني عنده لكل مقام مقاله ولكل موقع رجله، عنده اتساع، عنده ايه اتساع، وعليم وخبير وعارف ده يصلح لدي وده يصلح لدي وده يصلح لدي، مش عن ضيق، مش عن قلة رجال، مش عن قلة خبرة، مش عن قلة علم. وقال لهم نبيهم إن آية مدام حصل في لجاج كده، يبقى اللجاج دائما لون من العناد لا ينهيه إلا الأمر المشهدي المرئي الذي يلزم الحجة بقى، اللي هي نجيب له بقى معجزة بقى، يجيب له ايه معجزه. ما دام المساله وصلت كده ولا استقبلوش الامر الله، لو استقبلوا امر الله متاكد انت. قال ايه ملكه، ايه ملكه يعني علامه انه ملك وان الكلام ده صحيح. شوف ادب النبوه حتى، مع انهم هم رايحين للنبي يقولوا ابعث لنا ايه ملك، وقال ان الله ايه وجاب لكم، ومع ذلك قال هنجيب لكم علامه عشان ايه عشان تصدقوا، مع ان كان الاصول والمنطق ما دام راحوا له على انه نبي انهم ما يدخلوش وياه في هذا اللجاج ولا في هذا الجسد. وقال لهم نبيهم ان ايه ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم وبقيه مما ترك ال موسى وال هارون تحمله الملائكه. ما دام حصل لجاج عايزين علامه، قال والله العلامه ان ياتيكم التابوت. لازم كلمة أن يأتيكم التابوت ناخد منها حاجتين، أن التابوت كان غائبا ومفقودا مش كده، وأن التابوت ده أمر معروف الكل إيه، وكأن في تلهف على التابوت ده يجي، يبقى في ثلاث إيه دلوقتي ثلاث حاجات، يأتيكم التابوت يبقى التابوت مفقود خلاص، والتابوت معروف له مش كده، وفي تشوف على انه هو. فما هو التابوت؟ التابوت ده ورد في القران الحته دي والحته، اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل. اذا التابوت نعرفه من يوم قصة موسى وهو رضيع، وأمه خفت عليه وربنا قال لها إذا خفت عليه فألقيه في الإيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ولا أخافي. إذن فالتابوت قصة مع مين؟ مع موسى وقومه، مع موسى وقومه. هل هو هذا التابوت؟ غالب الظن أنه هو، مدام جاب التابوت كده هو على الإطلاق يبقى التابوت المعروف إيه. وكأن المسألة اللي نجى بها موسى واللي قال لها اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل، دا
دي له تاريخ مع نبيهم ومع موسى وتاريخ مع فرعون وعملية ايه كبيرة. دي عملية ناخد منها ان الاثار التي ترتبط بالاحداث الجسيمة في تاريخ عقيدة يجب ان يعنى بها. ما نقولش دي ايه ودي ازاي ودي كفريات ودي وثنيات الكلام اللي ما نقولش الكلام دي لان دي لها ارتباط بايه؟ ارتباط بامر عقل، ارتباط بحته تاريخ، ارتباط بمقدسات. وشوف بقى التابوت اللي فيه بقيه مما ترك آل موسى وآل هارون وتحمله الملائكه. ايش تحمله الملائكه؟ دي عمليه يعني كبيره قوي. اذا الاثار التي لها مساس ولها ارتباط باحداث العقيده واحداث النبوه التشريع والقران بيقول خليها عندكم وخدوا منها ايه؟ خدوا منها عظه، خدوا منها عبره، لانها بتذكركم بايه؟ باشياء مقدسه. فلما يجي التابوت قام قال لك ايوه اكن التابوت كان مفقود، ومفقود معناه ان عدوا غلب على بلادهم، واول ما يغير عدو على بلاد يحاول طمس المقدسات التي تربط البلاد بالعقيده. فاذا كان التابوت بهذه الشكل يبقى الاعداء اللي جم وحصل بتاع وهم قلوبهم وحضر الموت والى اخره لازم دول ضيعوا مين؟ خدوا التابوت. هيسيبوا التابوت اللي هو اقدس شيء عندهم ده وخدوه؟ فقال لهم آية الملك بقى ان التابوت اللي انتم تتلهفوا عليه ده اللي يرتبط بمقدساتكم ايه؟ ان ياتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. فيه سكينة يعني فيه اطمئنان، اطمئنان كده واستقرار نفسي. لأن الإنسان حين يجد التابوت اللي فيه نجاة نبي وفيه الأشياء اللي هيقولوا عليها اللي هنقول عليها فيما بعد، يمدي يستروح فيها إيه؟ يستروح فيها صلته بالسماء، صلة مادية، صلة ايه؟ تقوم تخلي نفسي ايه؟ نفسي تستريح. شوف بقى لما يقول لك ان دي المصحف اللي كان بيقرأ فيه سيدنا عثمان، طب هو زاد ايه؟ ما هو المصحف هو انما ده اللي كان بيقرأ فيه مين ايه؟ لما مثلا تيجي تروح مثلا في دار الخلافة مثلا في تركيا وبلد اسلم، اهو ده السيف اللي كان بيحارب بيه الامام علي، تقوم تبص كده تقوم تلاقيه يعني حمله قد 10 سيوف، ازاي كان بيقدر مثلا يشيله؟ يقول لك مثلا اهدي شعره من دقن حضره النبي عليه الصلاه والسلام، اهدي المقحله اللي كان النبي بيتكحل بيه. مساله تعمل ايه؟ تعمل كده استشراف ايه؟ نفسي. استشراف ايه؟ نفسي. حتى اللي عنده شويه زلزلات او ذبذبات ايه تستقر. ده الواحد منا مثلا لما بيروح مثلا وبعد ذلك يقول ده البنوره فيها ديا فيها المرود بتاع النبي، تبقى حاجه يعني عظيمه قوي. يبقى في سكينه ولا مش في ايه؟ فيه سكينة. فيجب ان الناس تعدل رأيها في مثل هذه الاشياء وان يبعدوها عن الشركيات وعن الايه الوثنيات. نحبها وتحب علينا بالسكينة انما ما ننفتنش بيها. قولولنا صحيح ما تنفتنوش بيها؟ نقول لك لا ما بتعملش حاجة، ما انما دي بتذكرنا بايه؟ بتذكرنا بامر يتصل بعقيدتنا وبنبي ايه؟ وبنبي عقيدتنا. وبعدين شوف بقى التابوت اللي فيه شوية اثار من قالوا موسى وقالوا هارون. حتى شوف حتى ربنا بده يعني يبسط المسألة. وبقيتهم ما قالش مما ترك موسى وهارون، مما ترك ايه؟ قالوا موسى وقالوا هارون. وكأن قال موسى وقال هارون حافظهم على أثار موسى وهارون، لأن مين اللي حيحافظ عليه؟ هي برضو أثار موسى ومين؟ أثار موسى وإيه؟ وهارون. وبعدين تحمله الملائكة. محمول الملائكة اللي بيحمل اثار النبوه وتحمله الملائكه، يبقى دي حاجه نضن بها، دي حاجه ما نعتنيش بها، دي حاجه ما توهجش فينا مواجدنا الدينيه. ان ياتيكم التابوت. شوف بقى المهم ان ياتي التابوت تحمله الملائكه. الله. طب ان ياتي التابوت نسب الاتيان الى التابوت، هل كان من ضمن العلامة أنهم قعدوا كده وشافوا التابوت جاي كده؟ لأن مدام ملائكة هيبقوا غير مرئيين، مش كده ولا لا؟ يقوم يشوفوا الإيه؟ التابوت جاي كده. إنما بقول التابوت ده أن يأتيكم تابوت أسند المجيء لمين؟ الإتيان للتابوت. وبعدين قال تحمله الملائكة، والملائكة مش مرئية، خلاص؟ يبقى هيشوفوا إيه؟ يبقى بالله دي تخلع القلوب ولا لا؟ تخليهم يقولوا دي آية إيه؟ وقولوا يا طالوت أنت خلاص
مش كده ولا لا؟ ملك. ملك مفيش كلام. ان ياتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. نريد ان نعرف الاشياء التي يمكن لآل موسى انهم يحافظوا عليها من موسى، وآل هارون ان يحافظوا عليها من مين؟ من هارون. نقول يا اخي المعقول ان برضو لما الجماعة جم يتكلموا قال لك ده حتة عصا موسى، معقول ان تكون ولا مش معقول؟ الله، ده أداة من أداة المعجزة، ده معجزة ومقلبة حية. هل تظنون ان موسى اهملها او قوم موسى اهملوا او المؤمنون بموسى اهملوا العصايا اللي انقلبت حية دي؟ دي مسألة مش ممكن ابدا. ده بيبقى عند الواحد من دول سيف جده عمال عامل له دولاب وعامل له، ودي عصايا وبثبت لها عصايا تكلم الله فيها، ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصايا اتوكأ عليها. قال له ايه؟ القها يا موسى فالقاها. قصة طويلة. هل من المعقول اللي يجي على البال كده ان العصايا دي بمجرد المسألة ما انتهت خدوها ولعوها؟ يعني معقول انها ضاعت كده؟ معقول يعني ولا ده لازم محفوظ حافظ عليها بايه؟ خلاها كده مش ملها صلة بالسم من امجاد مين؟ فكأن الله سبحانه وتعالى يريد انهم اهل لجاج واهل جدل واهل تلكؤ، ما امنوش بالحكاية الا ان رأوا التابوت كده ايه جاي ماشي، ان يأتيكم التابوت. وبعدين بقالوا جاي بها بقى فين يجروه او يجروه بلا قائد وبلا سائق، برضو يبقى فيها معجزة بارتين جايبينه كده هو جاي ولا حدش وياهم قد بعضه. ان يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. فيه بقى اعجب من دي عشان تثبت صدق النبي في ان الله قد بعث طالوت ايه ملك. اما كنتوش بقى هتأمنوا بالحكاية دي يبقوا راجعوا ايه ايمانكم، راجعوا ايه ايمانكم. السياق القرآني يدل على ان الله بهتهم بالحجة وبهتهم بالآية وبهتهم بالبرهان بدليل أنه حذف فقبلوا طالوت ملكا ونظم طالوت الحرب ومش عارف وقام وقعد وفصل طالوت بالجنود. يعني المسألة بقت إيه؟ ما جابش الحكاية دي. فلما فصل طالوت بالجنود يقال فصل، فصل يعني إيه؟ عزلت شيئا عن شيء. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لا أجد ريحة يوسف. فصلت العير يعني إيه؟ سابت مصر وخرجت بقى من أهي. فلما فصل طالوت بالجنود يعني إيه؟ يعني خرج من مكان إقامة الجيش. ومنه بناخد الفصل والفصول سواء كانت في مؤلفاتنا أو في كتبنا. الباب نقسمه إلى إيه؟ الى ايه؟ فصول. يعني بنقطع طائفة كده من الكلام نقول الفصل الفلاني والفصل الفلاني والفصل الفلاني والفصل الايه. وبرضو بنيجي في المباني وبنعمل فصل اول وفصل ثاني وفصل ثالث وفصل ايه وفصل رابع. بنفصل ولا لا؟ لما فصل طالوت بالجنود، كلمة جنود جمع جند. الجند دي هو صحيح مفرد انما يدل على جماعة. مفرد لفظ ايه؟ جند جمعه جنود. أصل كلمة جند الأرض الغليظة الصلبة القوية، ونظرا لأن الجنود مفروض فيهم إيه؟ إن ما ناخدش أي حد بدليل إن إحنا بنعمل فرز بقى وناخد مش عارف إيه مش كده ولا لأ؟ عايزين إيه؟ يبقى الجند في أصلها الأرض الغليظة القوية جمعها جنود، وهو مفرد جند مفرد إلا أنه يبقى إيه مفرد يدل على زي قوم مش كده؟ زيارات كده ولا لا؟ ده طائفة، طائفة دي مفرد ولا لا؟ إنما هي جماعة ولا لا؟ ها؟ ولذلك لما يقول وإن طائفتان من المؤمنين إيه؟ اقتتلوا. وهو الجماعة لأن أصل الطائفة شوية تقول شوية تقول شوية. ولما فصل طالوت بالجنود قال شفت اللجاج بقى اللي هناك؟ لم يشأ طالوت أول مباشرة بقى لمهمته أن يدخل المعركة بدون تجارب مع قوم وقفوا في تعيينه ملكا ذلك الموقع. فجه حب يدخل على المسألة بإيه؟ على أرض إيه؟ صلب. على أرض صلب. قال لهم إن الله مبتليهم مشان بقى
إن أنتم مقبلون على مهمة لله في سبيل الله. فأنا مش اللي حجر الاختبار، هو اللي يجري الاختبار، لأن إجراء الاختبار على قدر المهمة والمهمة متعلقة به. إن الله أنا مشرف فقط زي اللي بيجي رئيس امتحان السنوية في المكان الفلاني، مالوش دعوة لا في الأسئلة ولا في التصحيح ولا مالوش حكاية، مشرف بس. فقال لهم إن الله مبتليكم بإيه؟ ساعة تسمع كلمة مبتليكم ما تفسرهاش على أنها بلاء مصيبة، لا، اختبار. قد برافو ينجح وقد إيه؟ وقد لا. ما تخافش من كلمة ابتلاء بقى، إنما اللي هيخاف من كلمة الابتلاء إن هو اللي يخاف من الامتحان اللي ما ذاكرش، مش كده ولا لا؟ يبقى كلمة ابتلاء ما تخيفش من أولها، إنما تخيف من نهايتها. نسقط ولا ننجح؟ نسقط. كلمة مبتليكم تدل على إنه اختبار، والاختبار في قوله بنهر الله مبتليكم بإيه؟ يبقى لازم كلمة النار دي يبقى لها موقع عندهم، لازم كانوا عطشانين بقى، لازم كانوا عطشانين، وإلا لو ما كانوش عطشانين ولا يبقى ابتلاء ولا أي حاجة، مش عايزين. شوف احنا خدنا بناخد من ايه؟ شوف القرآن وتركيبه، القرآن وتركيبه بيحيلك باشياء ما النفس مش، لانه كلام رب ان الله مو بايه، فمن شرب منه فليس مني، لان بنام على عطش ساعة يرون الماء يبقى الكل حي ايه يعب منه عبا، مش كده؟ فقال لهم ربنا بقى مبتلي، جاب لكم ماء، صحيح انتوا عطشانين انما الميه جت هنا، ما ربنا هيعمل امتحان هنا، من شرب منه فليس مني. ليه؟ لانه دليل على انه ساعة رأى ما يحبه ويشتهيه اندفع ونسي امر الله، مش كده؟ يبقى الفنيه عنده دي اولى من هناك، يبقى ده مش مأمون على انه يجي ويانا، انما اللي مأمون على انه يجي وعطشان كده وشاف الماء وبعدين قال له ربنا مش عايزك تشرب مني، يبقى اثر مطلوب الله على مطلوب بطنه. يبقى اهل لان يؤتمن ولا لا؟ ومع ذلك لم يقسو الله في الابتلاء، فاباح ما يفك العطش، مش عملها بقى كده يعني، قال لا، إن الله مبتليكم بنار فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشرب. يعني هو مسامح لكم أنه كنت إيه بالضبط كده تبلوا ريقكم، إنما ما تأربعوش. تبل ريقك يبقى بده يديك على قدر الضرورة. ليه؟ ما صلة هذا الابتلاء بالعملية الذين يقبلون عليها التي يقبلون عليها؟ قال لك لأن العملية الحربية اللي مقبلين عليها دي عرضة أن ينفذ منهم ذاته، مش كده؟ عرضة أن يحاصرهم عدوهم. يبقى العمدة في الصبر هنا أنك أنت تقوى على حتة شهودك وتأخذ من زادك ومائك على قدر ضرورة استبقاء الحياة، فخذ منه بس غرفة سيده. يبقى أكن التدريب نافع للمهمة ولا لا؟ نافع للمهمة. فشربوا منه. برضو كلمة لما سمعوا تولوا إلا قليل، برضو هنا قليل من القليل، فشربوا منه إلا إيه قليل، وهم كلهم قبل كده كانوا ايه قليل. كانوا قليل، يبقى قليل من الايه قليل. يبقى دي اسمها غرابيل الاصطفاء، مش كده؟ او مصافي الاختبار، لان في واحد يقوى على نص المشقة، واحد ثلاث ارباعها، واحد على ربعها، فدكهم فلما كتب عليهم القتال تولوا الا ايه قليل. الا قليل، وبعدين كلهم دخلوا في اللماضة وان يكون له وهو الى اخر، وانتهت المسألة بالآية وجيه التابوت وهو الى اخر. وبعدين حب نيجي في الابتلاء، اهو القليل ده يا ريته تفضل قليل، بل القليل انقسم الى كثير والى، فشربوا منه الا ايه الا قليل.
القليل ده هو اللي يبقى هو اللي ايه هو ده بقى اللي يحصل. عال مش هو ده اللي هيصلح؟ شوفوا المصفى الثالثة بقى جاية ازاي علشان تعرفوا ازاي مصافي الابتلاء في الجهاد في سبيل الله، عشان ما يقبلش ولا يحمل كلمة الجهاد في سبيل الله الا الايه الا المأمون عليها الذي يعرف حقها والذي يعرف الثمن فيها. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنار فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. طبعا احنا عارفين في غرفة للمرة، يعني غرفة ايه واحد. غرفة اسم للايه؟ لا اسم للي ما يؤخذ، اسم للايه لما يؤخذ اسمها ايه غرفة، انما العملية نفسها مرة واحدة اسمها ايه غرفة. فشربوا منه الا قليلا منه خلاص. فلما جاوزه هو والذين امنوا معه، هنا حتى كان يجب ان نتنبه اليه وهو طيب فشربوا منه الا قليل. القليل هو اللي امن اللي صفي، مش هو ده يبقى اللي جاوز النهر؟ مش كده كانهم عدوا النهر ولا لا؟ عدوا الايه النهر، واكن الجماعه اللي شربوا ما هو قال له ليس مني ما يبقاش وياه مش من جنودي، يبقى مفهومها انهم ساعه ما عدوا نهر مين اللي عدى؟ القليل اللي ايه خد الغرفه ده بس اللي ما شربش. طيب فشربوا منه الا فلما جاوزه، جاز المكان يعني تعداه، وبنسمي المجاز مش كده، المجاز بتاع البيت اللي بنعدي منه الايه، وجاوزنا ببني ايه اسرائيل. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، برضو شوفوا شو المصفى الأخرانية، ساعة كانوا في الابتلاءات كانوا لم يروا العدو والصف التصفية دي، فلما جم اللي ما شربوش وجاوزوا البحر معه وبهتوا رؤوا العدو ابتدأوا برضو يبقى لهم موقف، ابتدأوا يبقى لهم ايه. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. الله 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 الله، بقى بعد ما نجحت كله دي كل اللي قال الكلام ده مين؟ الذين جاوزوا البحر النهر معاه ونجحوا في كل الاختبارات، انما جم بقى في الاختبار العالي النهائي برضو خاف. لا طاقة لنا اليوم بايه؟ بجالوت وجنوده. خد بقى، قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، ادي فايده المواجيد بتختلف وان اتحدت المراد. الذين جاوزوا انقسموا قسمين، قسم راى جالوت وجنوده، والقسم الثاني برضه راى جالوت وجنوده بس ما انقسموش عند الرؤيه، انقسموا عند المواجيد التابعه للرؤيه. واحد ايه خاف وواحد ما خافش مش كده، فاللي خاف قال لا طاقة لنا اليوم بايه جالوت وجنوده، ادي النزوع بتاعه. يبقى خاف رأى جالوت وجنوده فوجد الخوف منه في نفسهم فقال لا طاقة لنا الايه، يبقى عملية شعورية ثلاثة ولا لا، ادراك ووجدان ونزوع. طيب وقال الذين يظنون انهم ملاقوا هم شافوا برضو ولا لا؟ والموجود بتاع ما خافوش ليه؟ مؤمنين بالايه؟ مؤمنين بالله. اذن فالمراء قد تتحد ولكن المواجيد تختلف والنزوع يختلف باختلاف المواجيد. وقال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، كأنهم أدخلوا في حسابهم ربهم ودكهم عزلوا عن حسابهم ربهم، فهم منطقيون مع أنفسهم لأنهم رأوا نفسهم قلة ودكهم إيه، لأنهم معزولين عن حضانة الله. إنما اللي حاسب نفسه في حضانة الله يبقى يستقل دكهم ولا ما يستقلهم شيء؟ يستقلهم. كم من فئة قليلة إلا قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، لك أن تقول الذين يظنون
مجرد ظنهم أنهم يلاقوا الله جعل لهم هذه العقيدة، مجرد الظن. فكيف إذا كان يقين؟ طب ملاقوا الله جزاء في الآخرة ولا ملاقون الله في المعركة؟ وإياهم ربنا، ربنا مش هيسيبهم. يبقى تنفع كده وتنفع إيه؟ كم من فئة قليلة غلبت فئة إيه؟ كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. إيه يعني مع الصابرين؟ أم قال لك لأن فيه معارك يفوز بها الأقدر على الصبر، الأقدر على الصبر. ولذلك هناك في قوله سبحانه وتعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف. هو يقول لهم: ألن استقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة من الملائكة منزلين؟ هيمدكم بكام؟ ده الوعد. بلى يمدكم بالثلاثة، وإن تصبروا نجيب لكم، نمدكم بإيه؟ نمدكم بإيه؟ بخمسة. بكأن التبرع بكام؟ بثلاثة. وإن تصبروا وتتقوا نجيب لكم كمان إيه؟ إذن المدد يجي على قدر إيه؟ على قدر الصبر. ليه؟ أم قال لك لأن حنان القدرة عليك ساعة يجدك تتحمل المشقة. يوم يحن عليكم، أنا ضربت لكم مثل زمان وقلت اذهبوا أن إنسان تاجر جملة كبير وجلس أمام الخان، يسموه إيه؟ الدكان الكبير يعني، الوكالة. وبعد ذلك عربيات النقل جايبان السحاحير والبضائع، والعمال عم كل واحد يحملوا إيه؟ الصندوق ويدخلوا في الوكالة. وبعد ذلك جاء حامل حمل صندوق فغلبه الصندوق. أتاري ثقله ما هو زي ثقل الايه؟ الصناديق اللي فاتت. والرجل يجلس أمام محله ورأى أن الصندوق يغلب العامل، ماذا يكون الموقف؟ والعامل يحاول بلا شعور التفت إليه مندفع وقام كده وياه. كذلك ربك، كذلك ربك عايزك عايزك تستنفذ أسبابه المعطى لك. فحين تستنفذ الأسباب برجولة وثبات وصبر فمعونة الله، يقول هذا يستحق أن يعان. كم من فئة قليلة غلبت فئة إيه؟ كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا ادي الشحنة الإيمانية، الشحنة الإيمانية لمن يريد أن يواجه عدوه. يقول إيه؟ ربنا، حتى في النداء ما قالش يا الله، قال إيه؟ لأن الرب ده المتولي التربية، متولي الإيه؟ لأن مطلوب الله عبودية وتكاليفه، إنما مطلوب الربوبية ده عطاء. ربنا يعني إحنا مسؤولين منه، يا سيدي ياللي خلقتنا، ياللي بترزقني، ياللي أمدتنا بالأسباب، ياللي ربنا. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا. شوف كلمة أفرغ، افرغ علينا، اسمعنا، افرغ علينا صبرا يعني. وقال وافراغ ايه يعني؟ ايه عبينا صبر بقى، افرغ علينا ايه؟ افرغ علينا صبرا يكون اثره ان تثبت اقدامنا، يكون اثر الصبر ده ان ايه؟ ان تثبت وثبت اقدامنا. ونهاية الصبر وتثبيت الأقدام أن ننصر على القوم الإيه؟ على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله هزمة تدل على فرار من كان يحب أن يكون كرا، لأن فيه كرة وفيه فر. المحارب يحب أن يكون كر دائما،
فحين يلجأ إلى أن يفر نشوف هل الفرار هذا احتراف لقتال يبقى لسه ما ثبتتش هزيمة، لكن إن كان الفرار لغير كرة يبقى هي دي الإيه؟ هي دي الهزيمة. قول الله فهزموهم بإذن الله يدل على أن الكل لم يقتل، ولكن قتل أئمة كفر فيهم، بدليل حيجي يقول إيه وقتل داود جالوت، يبقى جالوت ده هو اللي كان إيه كان الزعيم. يبقى إذن هذا يدل على أن الهزيمة معناها أن يصير إلى فرار من كان يحب أن يكون إيه كر. لكن هل افرض أنه متحرف كر فر ليكر، يبقى لسه المعركة يقال معركة إيه ما لسه، يبقى على أن لا يعود كرا يبقى ده اسمه إيه؟ يبقى اسمه مهزوم.